مشاهدينا الكرام، السلام عليكم واهلا بكم. نواصل معا هذه التغطيه المباشره لاحداث وتطورات العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني وخاصه في قطاع غزه. اخر التطورات ان قوات الاحتلال الاسرائيليه ارتكبت عددا من المجازر في قطاع غزه ومناطق اخرى من الضفه الغربيه، راح ضحيتها عشرات المواطنين الفلسطينيين ما بين شهداء ومصابين وجرحى ومفقودين ايضا. رغم كل هذه الأحداث المتواصلة وآخرها أعنف مذبحة منذ مذبحة المعمداني والمستشفى الإندونيسي ومستشفى الكويت التخصصي، مذبحة الطاحين التي ارتكبت منذ نحو يومين في قطاع غزة وراح ضحيتها حوالي 116 شهيدا بخلاف نحو 870 مصابا، وكانت هذه المذبحة بسبب الغارة الإسرائيلية والهجمة على عدد من المواطنين الفلسطينيين الذين كانوا يحتشدون حول عدد من الشاحنات في محاولة منهم للحصول على مساعدات غذائية، ومن أبرزها طبعا أكياس الطحين أو الدقيق كما تسمى في اللهجة المصرية. لكن هناك مجموعة من التصريحات والجهود الدبلوماسية في محاولة لرأب الصدع وإنهاء الأزمة، آخرها الجهود المصرية التي ترعاها القاهرة باستضافة محادثات فلسطينية إسرائيلية في محاولة مصرية جديدة للدفع بوقف إطلاق النار والتهدئة والهدنة قبل شهر رمضان، وفي محاولة مصرية جديدة أيضا لفك هذه الأزمة بإيجاد سبيل جديد لتبادل الأسرى والمحتجزين. أيضا الرئيس الأمريكي جو بايدن قال إنه يأمل في التوصل إلى وقف إطلاق النار خلال أيام قليلة قبل شهر رمضان المبارك في محاولة للتهدئة، وأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية أيضا سترسل مساعدات عبر الجو إلى قطاع غزة يتم إسقاطها تباعا على قطاع غزة، وطبعا سيتم ذلك بالتنسيق مع إسرائيل. نتابع اليوم آخر التطورات حول هذا الموضوع، بأن آخرها مثلا أن الولايات المتحدة أرسلت أول دفعة من هذه المساعدات، ومصر أيضا ترسل مجموعة من المساعدات الجوية إلى قطاع غزة في محاولة لمساعدة الشعب الفلسطيني على إنهاء أزمته الإنسانية المتفاقمة. في هذه التغطية نرحب بالدكتور محمد سيد أحمد، أستاذ الاجتماع السياسي، في محاولة منا أيضا لإلقاء الضوء على كل هذه الأبعاد الخاصة بالأزمة العسكرية والإنسانية الفادحة في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ أحمد. دكتور، اسمح لي نبدأ مع حضرتك بمتابعة لهذا التقرير الذي يرصد لنا آخر الأبعاد والتطورات الخاصة بالعمليات والحرب الدائرة في قطاع غزة. عقب المجزرة المروعة في دوار النابلسي والتي خلفت عشرات الشهداء ومئات الجرحى، دعت الأمم المتحدة إلى هدنة في قطاع غزة لأسباب إنسانية، وطالبت بإجراء تحقيق بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على مدنيين فلسطينيين أثناء توزيع المساعدات. وفي محاولة للتغطية على وحشية حليفتها الاستراتيجية، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده ستشارك في الأيام المقبلة في إنزال مساعدات إنسانية جوا في قطاع غزة. وبعد 5 أشهر من الحرب انخفضت كمية المساعدات الإنسانية التي تصل بالشاحنات بشكل كبير، فيما يواجه سكان القطاع المحاصر نقصا خطيرا في الغذاء والماء والدواء، إلا أن الكيان المحتل لم يكتفي بذلك بل قام بقتل واستهداف الفلسطينيين أثناء توزيع المساعدات. في مواجهة الوضع الإنساني الكارثي في غزة، حذرت الأمم المتحدة من أن المجاعة أصبحت شبه حتمية وباتت تهدد 2 مليون شخص، لذلك بدأت دول مانحة تقديم المساعدات جوا عبر إلقائها بمظلات. أكدت الأونروا أن أفضل طريقة لتوصيل المساعدات هي أن تفتح إسرائيل المعابر الحدودية وتسمح للقوافل والشاحنات بالدخول وإتمام عمليات التوصيل بشكل آمن، ليس الإنزال الجوي الذي ينطوي على العديد من المخاطر. اقتات الناس في قطاع غزة على أعلاف المشية وأوراق الصبار السميكة للبقاء على قيد الحياة، وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن عشرات الأطفال توفوا بسبب سوء التغذية والجفاف.
لم يكن آلاف الفلسطينيين الجياع الذين توجهوا إلى نقطة توزيع المساعدات في مدينة غزة يعرفون نمسا القون مصيرا مشؤوما جراء نيران القوات الإسرائيلية. فالمشهد البائس في دوار النابلسي يؤكد على إصرار الكيان الإسرائيلي على محاصرة الفلسطينيين بالجوع والرصاص، لتبقى مجزرة الطحين شاهدا على الهمجية الإسرائيلية والعجز الدولي. السؤال المنطقي الذي يطرح الآن في الشارع العربي تحديدا، ما دامت هناك إمكانية لإرسال مساعدات عبر الجو وبالطبع يتم ذلك بالتنسيق مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فلماذا لا يتم إدخال هذه المساعدات عبر المعابر وعبر الطرق الأرضية المعتادة؟ نبدأ بهذا السؤال مع الدكتور أحمد محمد سيد أحمد، أستاذ العلاقات والاجتماع السياسي. أهلا بحضرتك. أهلا بك مرة أخرى دكتور محمد. تفسير حضرتك لهذا السؤال، لأن البعض لا يجد له إجابة مقنعة. لا يعني خلينا نؤكد على أنه العدو الصهيوني بيستهدف بالفعل يعني تجويع الشعب الفلسطيني المحاصر، ويعني كل من تحدث عن إرسال المساعدات عبر عملية الإنزال الجوي ليس بتنسيق مع ولكن بإبلاغ سلطات الاحتلال، لكن ليس بالتنسيق معها، لأنها ما بتقومش بتفتيش كما يحدث في يعني المساعدات التي دخلت بالبر عبر المعابر، أن تقوم بتفتيشها ثم عودتها للدخول من معبر رفح كما حدث. لا، المسألة بتتم عمليات الإنزال بتتم بالإبلاغ، وبتنزل يعني عمليات الإنزال في المناطق يعني الصعبة والوعرة والتي لا يمكن الوصول إلى المساعدات عن طريق البر إليها، وبالتالي هذه هي المساعدات التي يتم الإنزال، لكن ده عمليات الإنزال ما بتتمش على يعني كامل القطاع. يعني ولا حضرتك في تقصد أن إرسالها جوا هو أسرع في تقديم المساعدات، لأن يعني السلطات الإسرائيلية طبعًا يعني ربما تتعنت في مسألة التفتيش وإعادة التحميل على شاحنات جديدة يعني وهكذا من إجراءها. طبعا وكمان يعني أكيد المساعدات التي يتم يعني تتم بعملية الإنزال الجوي أكيد هتبقى أقل بكثير من المساعدات التي تدخل عبر البر من خلال الشاحنات، واللي هتبقى يعني متنوعة إلى حد كبير. فعملية الإنزال الجوي للمساعدات بتبقى محدودة، وده يدل على أنه بالفعل رغم عمليات الإنزال إلا أنه حجم المساعدات التي دخلت أو التي أسقطت على المواطنين قليلة. اسمح لي بالإشارة إلى أن ما نعرضه على الشاشة الآن هو بعض مشاهد لكميات من المساعدات المصرية التي يتم تقديمها إلى الأشقاء في قطاع غزة، ونشير إلى أن مصر وحدها تحملت 80% تقريبا 80% من المساعدات العالمية كلها. ده صحيح، ده صحيح، وخلينا نؤكد على أنه يعني في الوقت اللي مصر بتحاول أن تقوم بهذا الدور المهم والواجب على يعني مش واجب على مصر فقط، ولا واجب على الأمة العربية والإسلامية، ولا واجب على الإنسانية جمعاء، إنها بالفعل تقدم هذه المساعدات. مصر بتقوم بالدور الأكبر في الوقت الذي يعني عجز فيه المجتمع الدولي عن أنه يقمع هذا العدو الصهيوني ويدخل المساعدات ويفك هذا الحصار المميت ويعني الحرب الإبادة التي تمارس ضد الشعب الفلسطيني المحاصر منذ 5 أشهر حتى الآن. ولهذا نسأل دكتور محمد، أين المجتمع الدولي من ارتفاع أعداد الضحايا إلى هذه الأرقام؟ يعني أرقام مفزعة، أعداد الشهداء تجاوزت 30,000 شخص، يعني بمعدل 6,000 شهيد تقريبا على مدى عمر الحرب وهي 5 أشهر، بمعدل 200 مواطن فلسطيني قتلوا يوميا. أين المجتمع الدولي؟ يعني ما المطلوب حتى يمكن الوصول إلى وقف إطلاق النار؟ يعني أنا أعتقد أنه المجتمع الدولي بمنظماته المختلفة سقطت في هذا الاختبار، هذا اختبار أسقط هذه المنظمات، وأنا أعتقد أنه يعني هذه المنظمات كانت يعني سيتم تحللها وتفكيكها في إطار منظومة دولية جديدة. يعني إذا كنا نتحدث عن يعني قبل أحداث غزة كنا نتحدث عن ولادة نظام عالمي جديد وخريطة دولية جديدة متعددة الأقطاب، فيها القطب الروسي وفيها القطب
الصيني، ويعني في مجموعات وتكتلات اقتصادية كبيرة زي البريكس في مقابل السبعة الكبار. أعتقد أنه التكتلات الكبيرة دي أعتقد أنها كانت هتشكل منظومة عالمية جديدة. هذه المنظومة العالمية الجديدة أعتقد أنها يعني كانت ستلغي دور هذه المنظمات، وأنا أعتقد أنه الأمم المتحدة بمنظماتها المختلفة سواء الإنسانية أو غيرها، يعني حتى بما فيها مجلس الأمن، أصبحت الآن يعني لا تقوم بأي دور ولا تستطيع إلزام من يخرج على القانون الدولي. إذا كانت هذه المنظمات يعني بيحكمها القانون الدولي، فهذا القانون الدولي بيتم الضرب به عرض الحائط، ولا تستطيع هذه المنظمات إنها تفرض إرادتها. وإذا كانت لا تستطيع حماية أعضائها، فأعتقد أنه ولا حماية، يعني إذا كان كنا بنتحدث عن البعد الإنساني، لا تستطيع حفظ يعني أرواح البشر ولا الحفاظ على حقوق الإنسان. فأنا أعتقد أنه يعني حتى الأونروا يعني توقفت عن العمل وخرجت من الخدمة الآن، وهي المنظمة التي كانت معنية بتقديم المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني. وكل الأحداث أثبتت أنه ما زال هناك قطب وحيد هو الذي يتحكم في مسار العالم ومسار الأحداث، والدليل هو مسألة الفيتو الأمريكي الدائم. هو ده بيخلينا نقول إنه الإمبراطورية الأمريكية تشعر بأنها اهتزت خلال العشر سنوات الأخيرة، يعني خلال العقد الأخير بالفعل الولايات المتحدة الأمريكية يعني زلزلة يعني إمبراطورياتها، ولم تعد قطبا أوحد كما كانت، فهي تريد أن تحافظ على مكتسباتها التي ظلت منذ يعني عام 91 وحتى الآن. يعني هي أعلنت نفسها قطبا أوحد في العالم منذ انهيار الاتحاد السوفيتي في مطلع تسعينيات القرن العشرين، وبالتالي قعدت على مدار أكثر من عقدين من الزمان تنفرد بالخريطة الدولية. في العقد الأخير يعني روسيا والصين ظهروا، وخاصة بعد 2008 حين أنشئت منظمة البريكس لكي تقول يعني بتشكل قطب جديد في مواجهة يعني القطب الأوحد. الولايات المتحدة الأمريكية شعرت بالخطر، لذلك كانت تدافع عن مصالحها في أن تستمر الولايات المتحدة الأمريكية قطب أوحد. يعني ما تقوم به الولايات المتحدة الآن مش من إشعال نيران في كثير من البقاع حول العالم كي تستمر هي المسيطر وصاحب الكلمة العليا في المنظومة الدولية، لأنها تعلم وتدرك أن هناك أقطاب جديدة بتتشكل، وأن هناك يعني قوة جديدة بتظهر لمجابهة الولايات المتحدة الأمريكية والاعتراض حتى أو يعني مواجهة سياستها الاستعمارية والدفاع عن حقوق الإنسان. عشان كده يعني أنا في يعني من خلال يعني من باركم ومن خلال هذا المنبر الوطني الإعلامي بأكد دائما على أنه على الصين وروسيا الذين يحلمون بأن يكونوا أقطاب جديدة في العالم وينادون بأنهم لن يكونوا قوة استعمارية، وأنهم مع القانون الدولي، وأنهم مع حقوق الإنسان، وأنهم مع تنمية المجتمعات بشكل عادل. على هؤلاء الذين يتحدثون بهذه اللغة أن يكون لهم دورا ويقفوا للتصدي للبلطجة والعربدة الصهيونية والأمريكية التي تتم في الأراضي الفلسطينية. لهذا أسأل حضرتك، هل المطالبة بتحقيق في مذبحة الطحين الذي ارتكبت منذ يومين في غزة، هل المطالبة يعني سيتم الاستجابة لها فعليا ويجري التحقيق؟ وطبعا هذا احتمال أعتقد أنه ضعيف للغاية. يعني فكرة وما المطلوب من المجتمع الدولي ليجبر السلطات الإسرائيلية المعنية بإجراء هذا التحقيق؟ يعني فكرة التحقيقات أنا بشوف أنه يعني المذابح الآن تتم يعني أونلاين، بتتم يعني صوت وصورة، ويعني الأقمار الصناعية تلتقطها ويعني موجودة على الشاشات، وكلنا شفنا المجزرة يعني لحظة بلحظة ودقيقة بدقيقة، وبالتالي الجرم ثابت. يعني لسنا باحتياج إلى أن احنا نعمل تحقيقات في يعني هذا العدوان.
الصهيوني على غزة عدوان معلن، وبالتالي العدو الصهيوني مسؤول عن كل هذه الجرائم التي تتم على عبر الشاشات وعبر كل وسائل الإعلام العالمية بتتناقلها صوت وصورة، وبالتالي يعني معاناة الشعب الفلسطيني وحرب الإبادة التي يعني تخاض ضد الشعب الفلسطيني والمجازر التي تتم منها مجزرة الطحين، هذه ثابتة ولا تحتاج إلى تحقيقات. المسألة تحتاج إلى تحرك فعلي، تحرك فعلي على الأرض، بمعنى أنه المجتمع الدولي الذي يطالب به، يعني أنا قلت يمكن مع حضرتك قبل أكثر من شهر أو شهرين لما كنا بنتحدث عن تحركات على مستوى المحكمة الجنائية الدولية، قلت لك كل هذه التحركات سواء من جنوب أفريقيا أو من خلال محاولاتنا نحن في مصر لفتح هذه الملفات، قلت إن كل هذا الكلام لا يعني غير مفعل على الأرض، ولا يمكن أن يوقف العدوان على الأرض والعدو الصهيوني يمارس عدوانه، وبالتالي لابد من قوة رادعة، القوة الرادعة يعني تجبر هذا العدو على وقف عدوانه. لا يمكن أن لهذا العدو أن يوقف هذا العدوان إلا بأن تكون هناك قوة حقيقية لديها إرادة ولديها يعني قدرة على وقف هذا العدوان بكل الطرق، سواء الطرق السلمية أو بالتدخلات. يعني احنا شفنا يعني أثناء الغزو الكويتي العراقي للكويت، شفنا كيف تحرك المجتمع الدولي وشكل جيش لوقف هذا العدوان وتحرير الكويت من يعني العدوان الذي تم عليها بواسطة الجيش العراقي سنة 90. لماذا لا يتحرك المجتمع الدولي ويشكل قوة حقيقية وجيش حقيقي لمواجهة الجيش الصهيوني وتحرير يعني أو على أقل تقدير وقف الآلة العسكرية الصهيونية من ممارسة الحرب الإبادة على الشعب الفلسطيني؟ ما يقوم بده هو المقاومة وفقط. يعني خلينا نؤكد على أنه المقاومة، وحين نتحدث عن المقاومة لا نتحدث عن المقاومة الفلسطينية بكل فصائلها فقط، ولكن نتحدث عن المقاومة الفلسطينية، المقاومة اليمنية، المقاومة العراقية، المقاومة السورية، المقاومة يعني اللبنانية. هذا محور المقاومة هو الذي يشتبك فقط مع العدو الصهيوني، وهو الذي يحاول إجبار هذا العدو على وقف يعني عدوانه بكل الطرق الممكنة وبكل الممارسات حتى بالمواجهات العسكرية المباشرة. غير ذلك العدو الصهيوني يتحرك على الأرض ولا يجد من يجبره على وقف هذا العدوان. غضب الشعوب دكتور محمد إلى أي مدى يمكن أن يكون عامل مؤثر وضاغط على الحكومات للتحرك في هذا الاتجاه؟ يعني مثلا اليوم كانت هناك مظاهرات كبيرة في عاصمتين من أبرز وأهم العواصم الأوروبية، برلين وباريس. كيف يمكن لهذه المظاهرات والغضبة الشعبية في مثل هذه العواصم والمدن الأوروبية تحديدا صاحبة القرار أن تؤثر في سياسات حكامها وقادتها؟ يعني أنا بشوف أنه حين نتحدث عن صاحب القرار، فصاحب القرار ليس الأوروبي. يعني ما يحدث في برلين وباريس مش فيصل في الموضوع، لكن ما يحدث إلى حد كبير هناك تأييد أوروبي ودعم لإسرائيل. طب ما لسه هقول ما هو أهم، هو الدعم الأوروبي للعدو الصهيوني هو دعم تابع للدعم الأمريكي، وبالتالي هناك تظاهرات في الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك يعني جندي يعني وطيار أمريكي قام بحرق نفسه أمام يعني السفارة الصهيونية في واشنطن منددا بما حدث، وعلى الرغم من ذلك لم، وطبعا منذ 5 أشهر والتظاهرات الشعبية موجودة في أوروبا كلها وموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية وحاوطت تقريبا واقتربت حتى من البيت الأبيض، وعلى الرغم من ذلك لم تتحرك الإدارة الأمريكية، لم يتحرك الحكومات الأوروبية، ويعني يحاولون أن يماطلوا. بالعكس أنا بشوف أنه يعني العدوان الصهيوني على غزة عبر 5 أشهر أدى بالفعل إلى سقوط الرواية والسردية الغربية حول ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأكد بالفعل أن هذا الشعب شعب يدافع عن ترابه الوطني، وأن هذا الشعب شعب
يباد من خلال حرب حقيقية ومن خلال حرب إبادة، ودولة الدولة الفلسطينية دولة محتلة بالفعل من قبل العصابات الصهيونية. كل هذا أصبح واضح لدى الرأي العام العالمي، والرأي العام العالمي بكل تحركاته لم يستطع على المستوى الشعبي لم يستطع إجبار الحكومات على تغيير مواقفه. تنضم إلينا في هذا النقاش الأستاذة إيناس حمدان، القائم بأعمال مدير مكتب وكالة أونروا في غزة. أهلا وسهلا بك معنا أستاذة إيناس. أهلا فيك. أهلا فيك. أهلا وسهلا. يعني لو تطلعينا على آخر التفاصيل الخاصة بموقف أونروا حاليا. فيما يتعلق بالوضع الإنساني طبعا والمعيشي، يعني هو كارثي صعب جدا، خصوصا مع اشتداد يعني المجاعة في قطاع غزة، في شمال قطاع غزة عفوا، منطقة غزة والشمال هذه مناطق معزولة لا نستطيع إيصال المساعدات الغذائية لها. باقي الأمور فعلا أخذة في التدهور، القطاع الصحي شبه منهار. نعم، لا تستطيع الوصول إلى الشمال بسبب التضييق الإسرائيلي على أعمالكم ومكاتبكم، أم بسبب طبيعة الموقف والمعارك والحرب؟ بالتأكيد هناك تحديات ومعيقات. أولا حتى نتمكن من الذهاب إلى منطقتي غزة والشمال لا يجب أولا أن نحصل على تصريح من السلطات الإسرائيلية، لا يمكننا الحصول دائما بشكل منتظم على هذه التصريح. يعني على سبيل المثال من أصل 35 بعثة كانت من المقرر أن تكون فيها قوافل إغاثية تتجه نحو غزة والشمال في الشهر الماضي، استطعنا فقط الحصول على تصريح لعشر بعثات فقط، يعني عدد قليل مقارنة بالاحتياجات الهائلة والغير مسبوقة للسكان في شمال قطاع غزة، يعني هي مناطق شبه معزولة، إضافة طبعا إلى استمرار الأعمال القتالية هناك. نعم. وبالنسبة لحالة وكالة أونروا حاليا، ما هو طبيعة الموقف الذي تعانيه، وما هي حجم الأموال أو التمويل اللازم لاستمرار أعمالها بشكل عادي وطبيعي؟ يعني هناك أزمة مالية قائمة لا تزال في وكالة غوطة تشغيل اللاجئين الأونروا. الأونروا طبعا من أكبر منظمة أممية تعمل في قطاع غزة، تعمل أيضا في باقي المناطق التي يتواجد فيها لاجئون فلسطينيون، لبنان، سوريا، الأردن، الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية وطبعا غزة. مؤخرا تم تجميد أو تعليق التمويل من تقريبا 16 دولة مانحة، من ضمن هذه الدول أكبر الدول المانحة التي كانت دائما تتبرع للأونر وتمدها بالمساعدات المالية. هذا كله كان له أثار يعني كارثية على خدمات الأونر. طبعا يزداد الوضع سوءا في قطاع غزة نظرا لاستمرار الحرب الطاحنة، نتحدث طبعا عن نزوح جماعي، مجاعة في منطقة غزة والشمال، نقص حاد في الأدوية، نقص حاد في المواد الغذائية، كل هذا يعني له أثار سلبية على العمليات الإغاثية التي هي بمثابة شريان حياة للسكان في قطاع غزة. نعم. لو تطلعينا أكثر على طبيعة الموقف المتفاقم إنسانيا في القطاع، وخاصة في مدن الجنوب التي صارت المأوى شبه الآمن للمواطنين حاليا. طبعا المناطق أو الظروف المعيشية والإنسانية ليست بأفضل حالا في مناطق الجنوب، كما ذكرت هناك تكدس هائل للنازحين في منطقة رفح تحديدا، رفح وحدها بها 1,500,000 نازح. الأونروا لا تزال تدير مراكز إيواء في مناطق الجنوب ومناطق الوسط، لدينا مثلا 1.7 مليون نازح يحتمون داخل مراكز ومنشآت الأونروا. هناك نقص حاد أيضا في المستلزمات الطبية والأدوية التي تصل لهذه المناطق، على الرغم من دخول يعني بعض الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية، ولكن لا تزال الحاجة كبيرة وملحة وغير مسبوقة، وما يدخل عن وما يدخل من مساعدات إغاثية سواء نتحدث عن أدوية أو حتى مستلزمات غذائية أو عفوا مواد غذائية، طحين، يعني أي مواد غذائية لازمة، هي مقارنة بالحاجة الكبيرة والملحة في هذه المناطق تعتبر نقطة في بحر من هذه المساعدات. بالتالي هناك الحاجة للمزيد من قوافل المساعدات الإنسانية التي تدخل حتى في مناطق الوسط والجنوب. هل تقومون في أونروا بالتنسيق أو بالتعاون مع السلطات المصرية تحديدا باعتبارها الأقرب إلى قطاع غزة في محاولة لإدخال مساعدات بعينها
يمكن أن تسهم في تخفيف الحالة الإنسانية الصعبة؟ يعني بالتأكيد التعاون مع الجانب المصري منتظم ومستمر، ويعني شاكرة مصر في جهودها في هذا النطاق تحديدا. نحن ندخل المساعدات عبر معبر رفح البري، وبالتالي من هذا المنفذ البري يتم دخول المساعدات والقوافل الإنسانية، ومن ثم نستلمها نحن في الأونروا. وهناك أيضا باقي، وهناك أيضا مؤسسات أممية أخرى تستلم مساعدات أخرى تدخل أيضا عن طريق معبر رفح. بالتالي دور مصر في هذا يعني دور مهم وفاعل. المفوضية الأوروبية أعلنت أنها ستسدد حوالي 50 مليون يورو لأونروا. ما هو الرقم المطلوب في رأيك حتى يمكن تسهيل الموقف وتيسير الأحوال؟ يعني الدعم المفوضية الأوروبية بخمسين مليون يورو، هذه تعتبر ضمن مساهمات مالية لعام 2024 كانت للأونروا، المبلغ الإجمالي 82 مليون يورو. طبعا هذه ستساهم أيضا في دعم العمليات الإنسانية والإغاثية التي نقوم بها في الأونروا. يعني أي دعم يكون بالتأكيد إضافة جيدة للأونروا في هذه، خصوصا في هذه الأثناء الصعبة. لكن الأزمة المالية لا تزال قائمة، يعني هناك فجوة مالية تقترب من 440 مليون دولار تقريبا. بالتالي لا تزال الحاجة ماسة لمساهمات مالية أكثر من دول المانحة. نعم. لكي تستطيع الأونروا من استكمال عملياتها في الفترة القادمة. نحن نستطيع استكمال عملياتنا حتى شهر مارس مثلا، في الفترات القادمة ستظهر تحديات أيضا إضافية. شكرا جزيلا لك يا الأستاذة إيناس حمدان، القائمة بأعمال مدير مكتب أونروا في غزة. دكتور محمد، هناك بعض القرارات التي أو الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول احتجاجا على ما يحدث في غزة. تعلم حضرتك طبعا موقف البرازيل، موقف كولومبيا أوقفت استيراد بعض الأسلحة من إسرائيل، وهكذا من إجراءات. إلى أي مدى لمثل هذه المواقف يمكن أن تكون مؤثرة؟ طبعا مواقف مهمة جدا. يعني كتبت مقال هذا الأسبوع بعنوان لولا دي سيلفا وحرب الإبادة في غزة. يعني لولا دي سيلفا الرئيس البرازيلي أعلن موقف شجاع، ويعني ردة فعل يعني المجتمع الدولي حول ما حدث، يعني تحرك حتى لوزير الخارجية الأمريكي بلينكن ليذهب إلى البرازيل على هامش قمة الـ20 ويلتقي الرئيس لولا دي سيلفا ويحدثه عن الموقف من يعني حرب الإبادة التي أكد أنها حرب إبادة. فاستدعى وزير الخارجية الصهيوني السفير البرازيلي الموجود في تل أبيب، ويعني وجه له يعني بعض الكلمات التي اعتبرها لولا دي سيلفا يعني تعدي وتجاوز، وبالتالي سحب السفير البرازيلي من تل أبيب وقام بطرد السفير الصهيوني خارج البرازيل. أنا أعتقد أنه هذا موقف متقدم للغاية، وهذه المواقف التي يعني تقوم بها بعض دول أمريكا اللاتينية ليس بغريب عليها بشكل واضح، لكن هذه المواقف لم نجد مواقف مشابهة لدول يعني عربية وإسلامية. 57 دولة عربية وإسلامية لم يستطع أحد لا قطع علاقات ولا يعني التهديد حتى بقطع العلاقات أو وقف العلاقات الدبلوماسية والتعاون التجاري والتعاون يعني الاقتصادي مع العدو الصهيوني. هذه أدوات يمكن استخدامها والضغط بها على العدو الصهيوني لم تستخدم حتى الآن. يعني حتى هل من أسباب في رأي حضرتك؟ أنا أعتقد أنه الدول العربية والإسلامية يعني لا زالت إلى هذه اللحظة حين التعامل مع العدو الصهيوني تنظر تجاه واشنطن وتجاه العدو الأمريكي، وتعمل يعني ألف حساب للعدو الأمريكي في كل مصالح مثلا. أكيد طبعا المصالح بتلعب دور، لكن الوضع أصبح يعني
يعني غاية في الصعوبة. والدليل على هذا خلينا نشوف انه يعني على الارض على الارض على ارض الواقع يعني نستطيع او كانت تستطيع الدول العربية والإسلامية انها تقوم بدور مهم، لكن طيب. هذا الدور الى حد كبير الولايات المتحده الامريكيه بتقوم بدور متناقض، وخلينا برضه يعني دي مهمه قوي ان انا اشير لها، يعني في الوقت اللي هي بتوقف المساعدات للأونروا وحصه الأونروا في يعني الحصه الماليه المدفوعه والتي يحددها حتى القانون بتمتنع هي و16 دوله عن هذا، في نفس الوقت بتقوم بالإنزال مساعدات. لهذا أسأل حضرتك تصريح الرئيس الأمريكي عن احتمالية الوصول لوقف إطلاق النار، هو يتمنى ذلك أن يحدث قبل شهر رمضان، ورمضان على الأبواب يعني خلال 10 أيام تقريبا. ليس لديه إرادة ويعلم جيدا. هل هذا التصريح هو يهدف من وقف إطلاق النار لتغيير مسار المعارك في مناطق أخرى وليكن في لبنان مثلا؟ لا، انا بشوف انه المساله ليس في يعني ليس في هذا الاطار، هو يسعى بكل جهده الى يعني محاوله تهدئه الاوضاع او اجبار او يعني الضغط على يعني حكومه اليمين المتطرف بقياده نتنياهو كي يوقف العدوان على غزه، لانه يعلم جيدا انه داخل على يعني دخلنا في عام الانتخابات، ويعني دونالد ترامب اصبح قاب قوسين او ادنى، خاصه انه يغازل يعني المجتمع او الامريكي والراي العام الامريكي ودافع الضرائب الامريكي بانه كان لديه قدره على حل كل المشكلات الخارجيه التي فشل فيها جو بايدن. اعتقد انه بايدن وترامب كلاهما الان يتنافس على كسب تأييد الناخب الامريكي، بس في نفس الوقت يعني بيعتمد بشكل اساسي على كسب يعني تأييد اللوبي الصهيوني، وهذه هي المعادله اللي فيها تناقض كبير، كيف تكون مع الحرب وضدها في نفس الوقت، انت الذي تدعم العدوان وانت الذي تسعى لي يعني وقف او اذا حاولت وقف العدوان او اذا حاولت دول اخرى وقف العدوان يكون الفيتو الامريكي جاهز في مجلس الامن، وبالتالي اعتقد انه الولايات المتحده الامريكيه ليست لديها اي نيه لوقف العدوان، وليس لديها اي نيه للعمل ضد مصلحه حكومه نتنياهو وضد مصلحه العدو الصهيوني. لو سمحت لي بشكل سريع، رؤيه حضرتك لاجتماعات موسكو بين الفصائل الفلسطينيه، والى اي مدى يمكن ان تصل إلى ورقة عمل أو حالة من التقارب الكبير، خاصة وأن الأزمة الحالية يعني تجبر جميع الأطراف على ضرورة لم الشمل؟ يعني مصر لعبت هذا الدور على مدار يعني سنوات طويلة، إنها بتحاول تلم الشمل الفلسطيني ولم شمل الفصائل الفلسطينية، خاصة أنه بالفعل إحنا في حاجة الآن إلى وحدة الصف الفلسطيني في مواجهة هذا العدو الصهيوني، دي ضرورة ملحة. أعتقد أن اجتماعات موسكو مهمة للغاية، وعلى جميع الفرقاء الموجودين على الساحة الفلسطينية من التنظيمات المختلفة أنهم بالفعل يسمعوا لصوت العقل، وبالفعل تتوحد كلمة المنظمات الفلسطينية المختلفة حتى يستطيعوا مواجهة هذا العدو، ويكون في موقف حاسم في مواجهة هذا العدو الصهيوني. شكرا جزيلا لحضرتك دكتور محمد سيد أحمد، أستاذ الاجتماع السياسي. شكرا جزيلا. مشاهدينا نشكركم لمتابعة هذه التغطية المباشرة على شاشة النيل الأخبار من القاهرة لآخر التطورات الخاصة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. إلى اللقاء.